مش من مراكش منتخب مصر يصعد رسميا الى كاس الامم الافريقيه، فوز رائع جدا لمنتخبنا الوطني. شوط اول ما كانش جيد الى حد كبير، ولكن نهايته كانت جيده بهدف لمحمود حسن تريزيجيه، التغييره الاضطراريه بدلا من عمر مرموش، التغييره المبكره اللي خلت منتخب مصر النهارده او يقود منتخب مصر النهارده للفوز بهدف واسيست لمصطفى محمد محمود حسن تريزيجيه، بالتاكيد نجم هذه المواجهه. المنتخب المصري بالمناسبه قبل المباراه بايام قليله من ساعه ما وصلوا هنا مراكش كان في قلق، كان في توتر. انا كنت شايف ان هم حاسين 100% ان هم هيكسبوا، كانوا عارفين ان المباراه صعبه، عارفين المنتخب الغيني منتخب محترم جدا، عشان كده كان في تركيز كبير جدا تحديدا في الشوط الثاني. طبيعي جدا ان احنا نشوف بعض اللاعبين المرهقين من لاعبي النادي الاهلي، ورغم كده ما قدرش فيتوريا يستغنى عن كثير من لاعبي الاهلي في هذه المباراه باستثناء محمد هاني، لكن باقي اللاعبين تقريبا كلهم شاركوا. محمد هاني خرج، وحسين شحاته يمكن هو اللي ما شاركش في هذه المواجهه. في كل الاحوال الاهلي قدم مباراه كبيره، الاهلي عفوا منتخب مصر قدم مباراه كبيره ومحترمه. امبارح كان الاهلي بيحتفل فرحانين بيه، النهارده فرحانين بمنتخب مصر. رحله موفقه جدا للاهلي ومنتخب مصر في المغرب. الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا، منتخب مصر اليوم يصعد الى كاس الامم الافريقيه. محمد جمال صديقي العزيز من هنا من المغرب لتحليل هذه المواجهه، اجي منور الدنيا. منورك يا مبارك، مبسوط ان انا موجود معاك حاجه زي الفل. الحمد لله. ايه شفت المباراه ازاي النهارده؟ حبيبي يا كريم اشكرك، واولا بنهني منتخبنا الوطني بالفوز والتاهل لامم افريقيا القادمه في كوتيفوار مطلع العام القادم باذن الرحمن، وبشكر المغرب على الاستضافه. المغرب وش الخير على الكره المصريه. الاهلي توج بالنسخه الحاديه عشر من دوري ابطال افريقيا في هناك في كازابلانكا في ملعب محمد الخامس. اليوم بيصعد منتخبنا الوطني من ملعب مراكش الكبير لامم افريقيا. النهارده كانت مباراه كبيره جدا يا كريم بالنسبه لمنتخبنا، ومباراه صعبه جدا. ما كانش الاداء افضل شيء خاصه في الشوط الاول، لكن مع الشوط الثاني بدات الامور في التحسن، رغم انه المنتخب يضم 9 لاعبين من عناصر النادي الاهلي. اضطر فيتوريا الاعتماد على بعض العناصر اللي هي اساسيه بالنسبه له، زي محمد هاني، زي محمد عبد المنعم، زي محمد الشناوي، زي مروان عطيه، ولينا وقفه مع مروان عطيه بعد قليل. يعني المنتخب طلع باللي هو عايزه من المباراه، مباراه صعبه. الموسم انتهى في كل بالنسبه للمحترفين، كل اللاعبين المحترفين موسمهم انتهى. محمود حسن تريزيجيه هو الوحيد اللي موسمه انتهى من وقت قليل، لكن باقي اللاعبين هم في فتره الراحه. فانت لما تجيب اللاعبين من فتره الراحه الامور بتبقى صعبه جدا. بتكلم تحديدا على محمد صلاح، ناس كتير بتتكلم على انه لم يظهر بالشكل المنتظر، لكن طبيعي جدا الراجل جاي من فتره الراحه. والنهارده محمد صلاح وجوده كان مهم جدا على صعيد الخبرات، على صعيد انه يكون موجود في وسط المنتخب لحسم الصعود بشكل كبير. النهارده مهم جدا لمنتخبنا النهارده يا كريم انه يدخل الجوله القادمه امام اثيوبيا وهو باعصاب هداء، مباراه في القاهره، سعي لمزيد من التجارب، سعي لمزيد من تجارب العناصر بالنسبه لروي فيتوريا. انت حققت المطلوب منك، شكرا للجميع، شكرا لمنتخبنا الوطني. التحضير هو المهم جدا خلال الفترة القادمة، سواء بنتكلم على فترة التوقف الدوري في سبتمبر او في اكتوبر القادم ان شاء الرحمن. انا عايز اقول لكم حاجة، انه منتخب مصر من ساعة ما وصل هنا الى المغرب عمل اداء رائع جدا، عمل اداء كبير جدا. معسكر كان محترم جدا من المنتخب المصري، كان في التزام كبير جدا. اشكر بشكل مهني جدا الكابتن حازم امام المشرف على المنتخب، محمد غرابه كمان مدير المنتخب. المنتخب كان مقفول عليه كويس جدا، احنا شايفين فندق الاقامه مفيش لاعب بيتحرك، مفيش لاعب بيقعد مع الجماهير، لا كل اللاعبين كانوا مركزين جدا، عشان كده شفنا النتائج ده النهارده. الف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني، الفوز اليوم على المنتخب الغيني، اداء جيد من اللاعبين تحديدا في الشوط الثاني. الشوط الاول يمكن كان الاداء مهتز بعض الشيء، الاداء تحسن في الشوط الثاني. منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، النادي الاهلي فائز بدوري ابطال افريقيا، هذه نهايه الرحله في المغرب. زي ما قال جيمي، وش الخير علينا هذا الموسم سواء على مستوى النادي الاهلي او على مستوى منتخب مصر. اشكركم يا رب على الفوز.